Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, I'm Azman Dour. Thanks for watching my video. Inshallah, النهاردة هنكمل كلامنا عن syllables, المقاطع الصوتية. وزي ما احنا عارفين في البداية إن every word is made from syllables. كل كلمة مكونة من مقاطع صوتية. English has six types of syllables. في الإنجليش عندنا ست أنواع للمقاطع الصوتية. في open syllable, وده هيكون درسنا النهاردة. في closed syllable. في R controlled syllable, في vowel team syllable, في consonant LE syllable, وفي silent E syllable. هنتكلم النهاردة عن open syllable. الـ open syllable has only one vowel, بيكون فيها صوت أو حرف متحرك واحد فقط. ده هو الـ open syllable. الـ open syllable الـ vowel فيه بيكون هو the last letter in a syllable. بيكون الـ vowel الصوت أو الحرف المتحرك ده هو آخر حرف في المقطع ده, وبيكون واخد شكل اللونج ساوند, بيكون لونج ساوند يعني صوت طويل مش قصير. الأمثلة على طول عندي هنا مجموعة كلمات هنطلع منها وهنعرف فيها ايه هو الأوبن سيلابل. المجموعة الأولى كلها الثلاث كلمات الأولى ديت هي عبارة عن one syllable, والسيلابل ده بيكون هو open syllable. ليه؟ لأن بينتهي ب vowel letter. هنلاقي we آخرها e, الe vowel letter, يبقى ده open syllable. he open syllable عشان آخره vowel letter أو vowel letter e. we know آخرها o. يبقى التلاتة دول هم عبارة عن one syllable, والsyllable ده بنسميه open syllable لأنه منتهي ب vowel letter, وبيكون طبعا long طويل يعني الصوت ده بيكون long. الكلمات مجموعة الكلمات التانية هنلاقي كلمة open. open عبارة عن two syllables مقطعين. المقطع الأولاني اللي هو open. o بيكون open syllable لأنه بيكون في نهايته one vowel حرف متحرك. april. april two syllables. a prel. A بيكون open syllable. Asia two syllables, لو جينا نقسمهم هنلاقي Asia, يبقى A ده مقطع واحد بس بنسميه open syllable. عندي paper مجموعة تالتة هنقسمها إلى two syllables, paper, يبقى pay open syllable, ده مقطع بنسميه open syllable لأنه منتهي بإيه؟ ب vowel letter A. baby two syllables, baby, baby, baby. السيلابل الأولاني ده هو open syllable لأنه برضو بينتهي ب vowel letter, يبقى بتسميه open syllable. يبقى open syllables aren't ended with or by consonant letter, مش بتنتهي ب consonant letter, لازم تكون منتهي بايه؟ ب vowel letter. لما تكون منتهي ب vowel letter زي المجموعه دي كلها بنسميها open syllable, وبيكون ال vowel ده has a long sound, بيكون من الاصوات الطويله زي ب, وعندي a, وعندي we اللي هو e, دول كلهم long sounds. crazy two syllables, لو جينا نقسمها ها crazy, يبقى cray ده open syllable. ده كان التايب الاول, الجزء الاولاني من syllable types او المقاطع, انواع المقاطع الايه, types of syllables, ده انواع المقاطع الصوتيه. ان شاء الله بعد كده هنكمل كلامنا عن بقيه types of syllables في الفيديوهات الجايه. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده, انتظرونا ان شاء الله. و thanks for watching, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.